ينعقد هذا الملتقى في البحر الميت لتناول موضوع الصناعات الثقافية والإبداع، والإبداع الثقافي والإبداع الصناعي أيضا. يعالج موضوع أهمية الصناعات الثقافية المختلفة، سواء المواد السمعية والبصرية أم الكتب أم غيرها من المنتجات الثقافية، ويتيح الفرصة للقاء بين عدد كبير من ممثلي الدول العربية ودول شمال إفريقيا لتبادل الآراء وتبادل المعرفة والمناهج في التصنيع الثقافي وفي رعاية الإبداع في المجال الثقافي والتصنيعي. في الواقع هذا الملتقى اليورو متوسطي يهدف لتكوين تصور واضح حول الصناعات الإبداعية بهدف تحقيق مزيد من التطوير والتنمية في مجال الصناعات الإبداعية في العالم العربي.